أهلا وسهلا فيكم من جديد. حكينا قبل الفصل عن الورقة الأولى من امتحان الرياضيات للفرع الأدبي واللي واجه فيه الطلاب مشاكل ووجود أسئلة من خارج المنهاج أو نحكي مشاكل تانية إلها علاقة بالوقت. لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع بضيف حلقتنا لليوم الأستاذ عبد الرحمن، أستاذ مادة الرياضيات لفرع الأدبي. بالضبط. كيف حالك؟ الله يرضى عليك. نورتنا. أهلا وسهلا فيك أستاذ، وطبعا منورنا حبيبي. بس أنا كثير هيك بحب صراحة الرياضيات، أنا بشوف حالي شخص يعني ما بعرف بحسب كويس وبحب الأرقام. أنا شخصي بحب الأرقام، بس هيك خلينا نبلش بأنه الامتحان كان يوم السبت وامتحان جاي يوم الثلاثاء. هسا في عنده امتحان بكرة ويوم الثلاثاء الثلاثاء بكرة، والسبت اللي صار فيه مشاكل اللي هو تبع العلمي وبرضه تبع الأدبي اللي صار عليه مشاكل، أنه كان في أسئلة أكثر على منهاج دائما بيكون في أسئلة أقل علامات. فعلا. بس خلينا نحكي، هل أنت بتضم صوتك للمعلمين اللي حكوا أنه عن جد بامتحان العلمي كان في مشاكل؟ صدقا يعني أنا رأيي الشخصي كان في مشاكل. يعني السؤال اللي عليه 12 علامة فرع الثالث إيه، صراحة يعني الطالب فايت عن امتحان ناوي يجيب علامة، ناوي يجيب علامة، لما يشوف سؤال زي هيك وقف عمل ستوب انه شوف ما راح يقدر يكمل. اتوقع 12 علامة حكى راحت علي وبلش يخاف ويتوتر، وبعديها في علامات كثير. بس لا ان شاء الله يعني، والعلم عند الله انها راح تنحسب للكل. الحكوا انه هي راح يراجعوا بهذا الموضوع، وانه 12 علامة يمكن يوزعوها على الباقي الاسئله. بس يعني اذا طمنوا يا طلاب. طب الاسئله اللي بعديها مثلا طالب خلص بعد هذا السؤال وقف شو يعمل؟ يعني الصراحه ما في، يعني رايي الشخصي انا مش عارف، يعني واحد لما يكتب امتحان زي هيك يعني لازم يكون ادق في المعلومات. يعني هسه هو السؤال موجود تمام 2005 بالضبط، بس حذفوه. طب بما انك حذفته طيب خلص ليش تجيبه كمان مره؟ بس الاساس ما اشرحه، بدهم يختبروا ذكاء الطالب. بالضبط. بس انا ما درسته والطلاب ما درسوهوش، فانا ليش اجيبه بالامتحان؟ فهي كانت نقطه الخلاف. بس والعلم عند الله انهم راح يحسبوه. لا ان شاء الله يا كل، فمن هسه خليهم يطمنوا ان شاء الله يحسبوه. من الطلاب انه يطمنوا ان شاء الله انه بنحسب. في احنا كل فصل او كل سنه بنواجه نفس المشكلة. يعني أنا كمان الناس اللي كنت أواجه نفس هاي المشكلة والطلاب، اللي هي مشكلة الوقت. الوقت عند الكل بحل مادة الرياضيات، كل مرة بيطلعوا الطلاب بيقولوا لك إنه الوقت غير كافي. هل صحيح هذا الحكي بهذا الامتحان؟ أعطي رأيي الصراحة. أحكي بزراحة. اسمع أحكي هيك كشباب عادي. أكيد طبعاً. طلع كان عندهم امتحان عربي تمام، طلعوا من امتحان العربي متضايقين، طلعوا من امتحان حكوا الكل حكى إنه صعب صعب وما لحقناش، وطلعوا نفسيتهم شوي محبطة من الامتحان العربي، يروح على امتحان إيش؟ رياضيات. فهسا أنت بعد ما تطلع من امتحان نفسيتك شوي متحطمة، أول نص يوم بدك تدرس فيه بتكون متضايق، ما في فعالية بتكون يعني. صح. فضل معك يوم واحد تدرس مادة الرياضيات هلقد حجمها كبيرة كبيرة كبيرة. صح. كبيرة. فأنا لما بدي أروح على الامتحان وزنه على المعدل 20% تأثيره على المعدل كمادتين، يعني لازم أدرسه كامل، ما معي وقت كفاية إني أدرس جميع الأسئلة في الكتاب. لما أفوت عن امتحان بدي أقدمه ألاقي الدوائر كثير كثير دقيقة، يعني بدها واحد كثير مركز، يعني واحد دارس منيح واحد نايم منيح، وحال الأسئلة مهارات تفكير عليا في بالكتاب مهارات تفكير عليا جابوا عليها تقريبا 44 علامة. يعني تخيل الطالب هاي بفرع الأدبي. فرع الأدبي. تخيل طالب مش دارس مهارات تفكير عليا. وهي بالعادة كم بيجي أصلا عليها؟ يعني خليني أحكي ماكس 20 20 ل 44 علامه، نحن نحكي على 22 علامه يعني. زياده يعني احكي 180 علامه الطالب، خلي الاغلب ياخذها تقريبا. الطالب المتوسط بوصل 160، الكويس بوصل 180، قدرات 20 علامه احكي اوكي. حلو. بس انك تجيب تقريبا 44 علامه مهارات تفكير عليا، يعني الطالب اللي مش ملحق يدرسهم او مش ملحق يراجعهم علامته صارت الامتحان 156. طب لو ما كان نايم وما كان مركز بالامتحان، الصراحة أنا تضايقت لما شفت الامتحان. بالعادة بتعود إنه بعد كل امتحان، ما بعرف بجوز بتشوفه، بالعادة متعود إنه يطلع من الامتحان فل. أنا هيك متعود يطلع من الامتحان فل. لما يجيني تقريبا 400 طالب يجي يحكي لي أنا فوق 180، طب والباقي؟ بحكي لي أستاذ 160 150 ما لحقتش أدرس هدولاك، أقسم بالله ما كان معي وقت. فهو اطلع هسا هم امتحانهم بكرة الثلاثة صح؟ الورقة الثانية، الورقة الثانية معها يومين ونص، الورقة الأولى معها يوم ونص. طب لو عكسوهم، أنا بوجهة نظري الورقة الأولى أطول وأضخم، الورقة الثانية نوعا ما أخف. هاي بوجهة نظري وأغلب رأي الطلاب زي هيك. لو عكسوهم شو صار؟ ما صار يعني إشي. ما راح يصير إشي، ولكن من أنت بتحكي عن الامتحانين خلينا نحكي
صار وخلص غلطنا بالامتحان الأول صار. وهذا الإشي لازم عن جد الشخص يكون يعني عارف أنه اللي صار صار، أنا ما راح أغير، ما راح أزعل، يلا بدك عن جد يكون عندك سرعة. بالزبط. شو توقعات للامتحان تبع بكرة؟ رأيي؟ راح يكون لطيف، راح يكون سهل لطيف لطيف، يعني خلاص نضربوا بالأول التاني بيكون أتوقع أنه يكون أنا بحس هيك تتوقع الامتحانات هيك عندنا معلومة تقريبا قبل ست شهر طول ما أنا بشرح حكيت لهم عن راح يصير 1 2 3 بالامتحان الورقة الأولى وحتى الآن موجودة، وقبل الامتحان بيوم حكيت لهم يا جماعة الخير طلعت على كل المكان وصرت أرن عليهم كمان حكيت لهم هاي الملف مهارة التفكير العليا قلت لهم هاي من شان الله حلوه حكيت لهم يا جماعة الخير احتمال بكرة يجيك أسئلة بلاوي منه حلوه، نزلته بجوز حوالي تقريبا أخذوا 3000 طالب ودرسوا، بس في منهم حكوا لي ما لحقناش هذا السؤال معين فراح علينا 9 عشان يتعلم ياخذ بنصائح بس بلحقش يعني حتى لو بده يدرسه ما بلحق يوم ونص كمان يعني قليل وعربي كان يعني طالع منه زعلان الطالب جد واحنا لازم يعني صح بس معكم حق صح الناس كثير استفادت يعني لما نشرته ناس كثير 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 استفادوا الناس ردت يعني الحمد لله مشت يعني وجابوا علامات بس الباقي لا ان شاء الله بيعوضوا ان شاء الله لسه هسه في امتحان ثاني وامتحانات ثانيه كمان بتعرفوا انه بيقدروا يعوضوا فيهم بس انا بدي اسالك هذا السؤال انه فعليا هل صحيح انه مثلا الطالب لنفرض مثلا لا سمح الله جاب علامه قليله بالورقه الاولى وبالعلامه بالورقه الثانيه جاب علامه منيحه هل بيقدروا انه يوازنوا له بس لازم يكون ناجح لازم يكون ناجح لازم بالاولى جايب فوق ال 100 اذا بده جامعه لازم يكون ناجح لانه انا انا سمعت معلومه انه بيقول لك حتى لو ما بعرف صحح لي اياها انه حتى لو كان الطالب مثلا جايب راسب بالورقه الاولى وجايب هديك 190 مثلا بالضبط هسه في نجاح كليه ونجاح جامعه اوكي نجاح الجامعه لازم فوق ال 100 تمام فوق ال 100 وهديك ناجح فيها بيجمعوا العلامتين بقسموها على 2 يعني جبت بالاولى 100 جبت بالثانيه 200 تنزلك علامة بالضبط 150 تنزلك انا بحب بالضبط شاطر طلعت 100 و200 300 على 2 50 انت بتحسب انا بعدني بحسب قال 100 و200 فانا ب 300 فانت حكيت 150 انت رح يقسم او ما سمعتش كلمه نقسمها على 2 ما رح اتحمل قلت لك انا مش هي بتسال هسه كثير متوتر عشان اخوانها بس بحسها قطاع بحسبها مع اصابع يعني ماشي الحال كنت منيحه جبت فيها تعرف انه قد جبت فيها بالرياضيات فصل الاول 78 من 80 ما شاء الله والله العظيم كانت تروح بالجمع مشكلتي بالجمع تاخذ خصوصي طبعا كنت خصوصي هلا في شغله بدي اسالك اياها هيك سؤال انه اكيد انت كاستاذ مسكت الورقه الاولى وحليتها قد ايه اخذت معك وقت وهل فعليا وقتها غير مناسب بدي اعرف وجهه نظرك انت كاستاذ صدقا انا كل امتحان باخذ معي بالعاده كامتحان وزاره طلاب باخذ معهم تقريبا 2:40 باخذ معي بالعاده 15 دقيقه كم اخذت معك انا بالعاده الامتحان العادي الطبيعي 15 دقيقه أخذ معي 40 دقيقة أوف. يعني المفروض أنه يتاخذ بعين الاعتبار أنه أستاذ يعني أنا 40 دقيقة أخذ متمرس معي. بمادة الرياضيات وأخذ معه 40 دقيقة فما بالكم بالطالب يعني لسه عم بتعلم اللي بتعرض لضغوطات كبيرة كل مرة بيطلع معه سؤال بتعرض لضغوط وتوتر الأهل والمجتمع الصراحة لما كنت أحله كمان كنت مقهور كثير انقهرت يعني انا معروف عند الطلاب ما بعملهم كطلاب بفوت على الحصه استاذي عزيزي لا مش استاذ عزيزي تعالي حبيبي تعالي عمري بعملهم كاخواني أكيد. كخواتي تمام فلما انا اشوف انه راحت عليه 10 علامات 5 علامات تزعل انت عليه اكثر والله لما روحت على البيت هي اقسم بالله اخذت حبه ضغط قد ما انقهرت انه ليش وما عليهم حق ما عليهم يعني هم عملوا اللي عليهم بس ما كانش معهم وقت كفايه هو عملوا اللي عليهم وان شاء الله بالورقه الثانيه راح يكونوا احسن ان شاء الله يا رب يا بس انا بدي اسالك سؤال منك انت بتحكي انه استاذ وطلاب هذا الشعور هيك بحس دائما في علاقه بين الاستاذ والطالب غير هل انت متوتر هسه على امتحانهم تبع بكره هل انت مثلا على امتحان الاحد السبت بس طلعوا منه انه عن جد انت كنت متوتر انه ليش هيك صار انه يعني انا تقريبا صار لي 5 ايام تمام 5 ايام هاي اليوم الخامس هذا كل يوم بنام ساعتين كل يوم ساعتين واحيانا باكل واحيانا لا يعني اذا حدا جاب لي اكل طعماني هيني اكلت ما جاب ليش ما مش فاضي اكل لازم ارد على كل طالب فيهم لازم اتواصل معهم واحد واحد حدا بعت لي سؤال حدا بيحكي لي من شان الله يا استاذ جاوبني لازم ارد يعني لو في ارسال كان ورجيتك هسه على التليفون يعني صدقا راح تلاقي الافات الرسائل وبنرد ليل نهار هسه لما انا قبل ما اجي عندكم كنت طالع بث بشرح للطلاب قبل ما اجي مباشر من هون كنت طالع بلايف تقريبا 3000 طالب كان عليه كنا بنشرح لهم مادة إحصاء واحضرونا على رؤيا هسه مش فاضيين هسه دوم بس خلص احضروني على كرمان على رؤيا على الساعة 9:30 شرحت اللايف من هون حكيت للشباب يلا سلام عليكم هيني طالع
بعد ما اطلع منه طالع حكت لهم ان شاء الله على رؤيا الاكرباء. حكت لهم بعد اللايف ان شاء الله بمسك التليفون وبصير اجاوبكم اذا حدا عنده سؤال، حدا عنده استفسار شغله. طيب في هيك عندي سؤال او هيك شغله. هلا قبل شوي حكيت انه انت نوهت الطلاب انه ركزوا على اشياء معينه. بالضبط. تمام، في 3000 طالب ركز عليها والباقي ما لحق. انا هلا بدي اياك تحكي لي على ايش ركزوا. طالب يمكن هلا عم بحضرنا ان شاء الله، يكون عم بحضرونا اهله بحضرونا، عشان يركز بامتحان بكره بما انه عندك الحاسه السادسه وعندك توقعات. هسه انا بحبش كلمه توقعات، هسه احنا بنعطيهم كل المد تمام، بس في بعض الاحيان هم بتغافلوا على شغله معينه. يعني انا كان يوصل لي مسجات استاذ بدي اطنش مهارات تفكير علي، بدي اطنش مهارات تفكير. يا ابن الناس هذول بتحضرش عليهم، ادرسها هسه ابعث له هسه روح ادرسها. امتحان بكره راح يكون لطيف نوعا ما بس راح يكون دقيق. الخيارات بكره نصيحه يا هيك من صحون شباب صبايا اسمعوني، اذا بكره عليك امتحان نصيحه وانت بتجاوب لا تستعجل، خصوصا الخيارات بتكون انت مفكر حالك حليت صح تمام، وانت بتجاوب جاوب هيك بهداوه عادي، معك وقت راح يكون الوقت كفايه، والدوائر ان شاء الله راح تكون لطيفه. اتوقع هي قدامكم بحكي سؤالين، اتوقع ها سؤالين فيهم شوي من وين رح يجوا؟ من الكتاب. شيء معين يركزوا عليه بالكتاب؟ لازم يعني في سؤالين رح يكونوا صعبين شفتوهم امشوا على اللي بعده وكملوا، هل يركزوا على المهارات بعدين ارجعوا لهم هذول الاسئله؟ هسه يركزوا على المهارات، ركزوا هم على المهارات وخلصوا. عشان بعد اللي صار فيهم مليون واحد صار بعت لي استاذ اعطيني ملف المهارات، اعطيني ملف المهارات، بدهم يدرسوهم فهم درسوهم. بس انه اتوقع انه يجي مهارات عليا زي الفصل الاول رايي الشخصي، بس ما حداش بيقدر يعرف، بس رايي الشخصي ما اتوقع انه يجي زي خلينا ناخذها توقع تضرب معك تضرب يلا هذا تحكي لكم توقع الشخصي يا جماعه الخير. بكره ما راح يكون في توقع الشخصي، ما بعرفش انا بلاش عاد يحكي توقع الشخصي، ما اتوقع راح يكون زي الورقه الاولى تمام، راح يكون ان شاء الله الطف، واتوقع انك راح تزبط وتعدل الورقه الاولى ويكون بس هيك سؤالين، اتوقع بس سؤالين بدهم شوي تشدد حيل، اما باقي الامتحان راح يكون ان شاء الله لطيف ان شاء الله. توقع كل الشخصي. التوفيق يعني شكرا كثير لك استاذ، واكيد بنتمنى كل التوفيق للطلاب، واكيد متاكده انه اللي حضر المقابله اكيد استفاد. شكرا كثير لك وكل التوفيق لطلابك ولجميع طلاب التوجيه. امين امين يا الله.